كما عودناكم كل يوم يوميات المنتخب السعودي مع زميلنا عبد الله العضيبي. عبد الله العضيبي، اليوم طبعا كان في مباراة ودية مع نيوزيلندا. قبل أن نتحدث عن المباراة، خلينا نشوف أجواء المنتخب حين مغادرتهم من الفندق إلى الملعب وإجراء الإحماءات، وكذلك استقبال اللاعبين الجدد اللي وصلوا بالتأكيد وانضموا مؤخرا للمنتخب السعودي مع عبد الله العضيبي. مسافة طويلة، يعني من طهران الدمام، الدمام دبي هنا. الحمد لله رب العالمين. طبعا يوم تقريبا ما ارتحنا، يوم استرجاع. ان شاء الله نحن جاهزين بكرة من الصباح تمرين ان شاء الله. الحمد لله الاجواء حلوة. طبعا ما قصروا الاخوان، استقبلونا استقبال حافل في المطار والفندق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مرتاحين. ان شاء الله قد المسؤولية، ان شاء الله نكون عون لاخواننا ان شاء الله. معسكرات يعني دائما تكون مرحة ودائما تكون يعني حبية بين اخوان اللاعبين، وان شاء الله يكون المرح وبين اخوان اللاعبين داخل الملعب ان شاء الله، ويترجمونها ان شاء الله في مباراة استراليا ان شاء الله. روح واحدة مش من معسكر هذا، من معسكرات سابقة، فان شاء الله اتمنى من زمان اللاعبين ان شاء الله يكملون المرحله هذه وثلاث نقاط مباراه استراليا ان شاء الله. انت جاهز لو مثلا طلب منك هالشيء؟ والله اكيد جاهز ان شاء الله. الكره لا تعتمد يعني على البنيه الجسمانيه بشكل كبير، يعني انت شايف افضل فرق العالم فريق برشلونه، يعني ما هو بديك البنيه الجسمانيه اللي عليها الكلام، افضل فريق في العالم يعني. لا لكن ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله، نتاهل للدرجه الاولى ان شاء الله. مرحلة الأولى أقصد. يعني انطباع كويس يعني من مجموعة، يعني في حماس خلال اليوم مباراة ودية، ويعني من كلامي مع اللعيبة من التمارين اللي راحت كان في حماس، تحديات التمارين، إن شاء الله إنه ينعكس علينا بالإيجاب إن شاء الله في المباريات. ومن المجموعة القريب من يحيى في المعسكرات اللي كثير تعسكر معه؟ والله طبعا كلهم غريبين لي صراحة، يعني ما في واحد معين يقول. تفكير احيانا ممكن يصير ايجابي وممكن يصير سلبي، كيف تفعله يكون ايجابي؟ والله طبعا الايجابي ان كنت فاعلين وتكون جديه في التمارين وتعاون بيننا بين بعض ونكون واثقين في انفسنا.